بمولد النبوة اليرموك، المعركة الأولى الهائلة العظيمة على دولة حدودها من الشرق الأوسط إلى إنجلترا، أي دولة الرومان، إلى كل أوروبا. فالإسلام في شخص خالد ابن الوليد وبجيش 35,000 أمام جيش 250,000، ومع الفارق الهائل في السلاح، سلاح الإسلام المسلمين ضعيف وعددهم قليل وميزانيتهم المالية فقيرة، هناك كله بعكس العكس. استطاع الإسلام الحقيقي الحي المولود في نفوسهم، في قلوبهم بنور الله، في نفوسهم بأخلاق الله، في عقولهم بحكمة الله، في علومهم بعلوم القرآن. كانت معركة 6 أيام لأنها عروبة مع إسلام حقيقي حي، إسلام العلم والحكمة والتزكية. عزل خالد ما عمل انقلاب ولا غضب، وصار جندي عادي بعد ما كان القائد الأعلى جندي عالي، ما فرقت معه. قالوا له ليش ما زعلت؟ لازم تترك. قال ليش أنا أقاتل لعمر؟ أنا أقاتل في سبيل الله. ما كان هم الدنيا لا جاها ولا نفسيا ولا ماليا، ولا إلا إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. معركة الكسرى سعد كمان أنهى المعركة بأقل من هذه المدة، 3 أيام. وكسرى وما أدراك، أي الشرق والغرب. فالآن لا يحتاج الإسلام إلى الحرب، يحتاج إلى الحوار، لأن كل أمم العالم الآن تبحث عن الحقيقة وتشعر بالجوع الروحي. البارحة زارني قائم بأعمال السفارة الفرنسية، بقي عندي ساعتين، في حديث طويل شكى إلي الجوع والخواء الروحي في الغرب، أنه رغم كل تقدم المادي وكل ملاذ المادية عم يشعروا بشقاء وتعاسة. قال عندكم في الشرق الأوسط عم لاحظ إقبال الشباب في كل البلاد، ابني في كل البلاد، حتى في العالم الإسلامي في إقبال الشباب. هذا نداء إلهي وصوت رباني. وإذا حدا إذا الله بده يطالع الشمس، حدا بيرجعها، إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، الأحسن الواحد لا يعادي الله ولا يناطح الله ولا يقعد معركة مع الله، لأنه ما حدا بينتصر على الله. اللي بده يحارب الله بينهزم. فخلينا مع الله، ولكن بشكل كمان هاللي في جانب الله يكونوا عقلانيين، يكونوا مع الله بحكمته، يقتدوا بنبيه ورسوله وقرآنه. ف بدهم الحياة الروحية. في حديث طويل إلى آخره، وهذا رأيته في العالم الشيوعي والاشتراكي والغربي،